السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا منال من قناة منال هوم، اللي اول مرة يشوف قناتي يشرفني ويشترك في القناة ويفعل الجرس ولايك وشير لكل اصحابنا. طبعا انا بتكلم عن الاكل الصحي. اول حاجة النهاردة حابة اعمل معاكم سلطة بالكينوا. طبعا كان حبايبي المشتركين قبل كده عملت الكينوا وجبة عادية خالص، يعني كأنها رز أو مكرونة بديل لرز المكرونة، بس النهاردة فقالوا لي يا ريتك تنزلي لنا أطباق متنوعة من الكينوا. فالنهاردة هعمل معاكم الكينوا بوجبة لذيذة جدا وبتبقى مغذية وسهلة، يعني ما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت هي مليانة بالقيم الغذائية اللي احنا محتاجينها. الكينوا هتبقى بالنسبة لي هنا كمصدر بروتين، هدخل معاها زي ما انتم شايفين كده كمية من الخضار، هتبقى بالنسبة لي كده دخلت خضار وفوائد، طبعا الخضار كلها معروفة. هدخل معاها كمان زيت زيتون، يبقى انا كده دخلت فات او دهون. كمان هدخل معاها ثمرة الافوكادو، واحنا عارفين قد ايه ثمرة الافوكادو ديت من الدهون الصحية المفيدة جدا. هنضيف معاها صويا صوص. طيب الاول كده عايزه يعني ادي نبذه كده بسيطه عن الكينوا. الكينوا طبعا هي بصوا شكلها هي شبيهه شويه، يعني اول مره حد يشوف الفيديو بتاعي هي شبه بالظبط كده، يعني حاجه عامله زي البرغل بس هي مدوره كده. طريقتها سهله جدا. هي هنعملها ان احنا بنحطها نفس معيارها، يعني مثلا كوبايه احط قدها كوبايه ميه واحطها على النار تغلي واوطي النار شويه اكني بسوي رز عادي بدون دهون ولا حاجه، تمام؟ طب الكينوا فوائدها ايه؟ اول حاجه الكينوا هي مغذيه جدا، تاني حاجه الكينوا تعتبر من البروتين، من البروتينات. كمان فيها احماض امينيه، كمان فيها معادن زي الحديد والمغنيسيوم. كمان مفيدة جدا للمعدة، لأن هي طبعا بتساعد على ضبط التمثيل الغذائي، بتخليه متظبط، وكمان هي فيها نسبة من الألياف، فطبعا هتقعدني فترة طويلة شبعانة، وده احنا اللي احنا طالبينه. الجديد كمان ان هي بتساعد في حرق الدهون، فطبعا دي حاجة يعني خلاص احنا كل الحاجات دي احنا مستنيينها او عايزينها في أثناء ما احنا بنعمل حياتنا الصحية او الأكل الصحي، مش هقول دايت، واحنا متفقين مع بعض ان الدايت كلمة ما بحبهاش، انا بقول كالاكل صحي، وانا مش حارمة نفسي من اي حاجة زي ما احنا بننوع وبنوفق وبنشيل حاجات ونحط مكانها حاجات تانية. طب نبتدي بقى طبقنا النهاردة. كمان عايزة بس اضيف ان الكينوا مفيدة جدا للشعر، مفيدة جدا للاطفال، يا جماعة حاولوا تدخلوها. انا ممكن الكينوا ادخلها بدل التبولة، يعني انا هلغي البرغل واحط بدلها كينوا، يعني فعلا فعلا يعني تعتبر سحر وقيمة غذائية. ويعني حاول ان احنا دايما يا جماعة ندخلها في وجباتنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة انا هاخد الكينوا زي ما احنا شايفين كده، انا بجيبها صراحة من امتنان، فهي بتكون انا عارفة امتنان حاجته ما شاء الله يعني موثوق فيها، ما فيهاش اي قلق. لو انت جايباها من مكان وخايفة تكون يعني مش مظبوطة هتغسليها، انا عامة يعني صراحة عشان حاجة امتنان حلوة فمش هغسلها، تمام؟ هحط نفس المعيار بتاع الكينوا، بحط ميه، يعني هجيب اناء كده او كاسرولة او حله اللي انت عايزه تعملي فيها، هحط قدها يعني ديت حوالي كوبايه الا، هحط قدها ميه، تمام؟ وابتدي احطها على النار. زي ما احنا شايفين كده انا حطيت نفس كميه الكينوا ميه واحطها على النار تغلي شويه اوطي عليها، تمام كده؟ اكني بسويها زي الرز. زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهي بتغلي على النار، انا هسيبها تغلي وهبتدي اغطيها واوطي عليها النار خالص لحد ما تستوي زي طريقه الرز بالظبط. زي ما احنا شايفين كده حبايبي الكينوا اهي استوت، تمام؟ شايفين مفرفره وجميله اهي. هبتدي بقى اجهز المكونات. هبتدي اخد الكينوا اول حاجه اهي في بوله كده زي ما احنا شايفين، وهبتدي اضيف عليها بقى كل المكونات اللي هي عبارة عن خضار، اللي هو هيكون الفلفل الالوان، فلفل الالوان ودوت بصل اخضر، تمام، وفلفل احمر، وهضيف كمان شوية شبت، انا بحب احط شوية شبت، اللي حابب يحط
بقدونس، كزبرة، زي ما انت عايزة، تمام. وهبتدي بقى هحط الصوص بتاعها، هيكون عبارة عن ايه؟ الصوص هيكون عبارة عن دي عصير ليمونة، هحط عليها حوالي معلقة زيت زيتون، معلقة واحدة اهي، اهي معلقة زيت زيتون، وكمان بضيف معاها معلقة صويا صوص. صويا صوص خلي بالكم، الصويا صوص دي غامقة فبتبقى حادقة شوية، فانا هحاول ان انا ما احطش ملح كتير، اهي معلقة واحدة، واحط بقى رشة ملح صغيرة خالص عشان الصويا صوص حادقة، اهي رشة ملح صغيرة خالص، وهضيف معاها رشة فلفل اسمر، وده هيبقى بالنسبة لي الصوص، تمام. طبعا انا ايه هقطع ثمرة الافوكادو، طبعا احنا عارفين ثمرة الافوكادو اهي زي ما انتم شايفين كده، انا بجيبها بتبقى جامدة جدا وبقطعها، شايفين هي مستوية خالص اهي، تمام. هبتدي بقى انا اقطعها، اقشرها الاول كده وهقطعها واحطها على المكونات، بس انا ايه هحطها كده ايه مكعبات صغيرة زي ما احنا شايفين اهي، طبعا هي مستوية جدا اهي، اللي عايز بقى كان يشيلها بالمعلقة، بس انا عشان عايزاها تبقى مكعبات اهي، هي مستوية خالص، هضيفها كده زي ما احنا شايفين. ممكن نضيف بقى اضافات تانية، ممكن نحط جبنة ريكوتا، ممكن نحط جبنة قريش، بس انا صراحة مش حابة احط معاها يعني اضافات تانية زي ما احنا شايفين كده. ممكن نبتدي ان احنا نحط معاها مثلا كزبرة خضراء، اي مكونات هتبقى معاها حلوة جدا، تمام. وزي ما احنا شايفين كده هبتدي اقلب المكونات مع بعض، بحيث كل المكونات بس بالراحة عشان الافوكادو ما يتهريش اهو كده، شايفين. وهبتدي بقى احط الصوص اللي انا عملته دوت، هقلبه كويس واضيفه كده على المقدار كله، بجد بتبقى وجبة جميلة جدا. وطبعا احنا عارفين الالوان في الخضار بيدي قيمة غذائية عالية وطعمها تحفة، لو عملتيها وجبة يبقى انا كده حاطة فيها كل المكونات، بروتين وفيتامينات واملاح معدنية كمان، وعندي دهون صحية في الزيت والافوكادو، يعني كده وجبة متكاملة 100%، تمام. هحطها بقى في الطبق وراها لكم. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، الوجبة سلطة الافوكادو، اتمنى يا رب ان هي تعجبكم، واللي اول مرة يشوف قناتي يا ريت يشرفني، ولايك وشير لكل اصحابنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.